شو بنجمع؟ هذا بنجمع الطاولة والأدوات المنزلية والكراسي. حلو، شو بيطلع؟ شو بيطلع معنا؟ شو بنعمل فيه؟ ونقصه من العشرة آلاف؟ نعرف قديش زاد معنا؟ ساوي لي هذا شو؟ يقبرني الزكاة شيتك. اسمع اسمع، غالي بابا سوى دمبيني. هلا لا تشتغل فيني من اول برتيه الثانيه، بغضب عليك. ها دشيش يعني دشيش، شو بدي العب على كيفك انا؟ بس انقطع نفسك اللي من السده. هات الزهر سوى دم. خليني اشوف زهري على الحاله، بدك تغلبني شو هلا بالعب فيك؟ يا عم تشوف انت دشيش ما بتشوف، سوى دم بدك تلعب سوى دم. استوت الطبخه وهلا ما اجت لهلا، ليش تاخرت؟ نزلت على السوق تشتري دقونات صغيره. تقبر قلبي يا صغيره، شو مشتاقت لها؟ ما حبيت حدا قدها. حتى انت يي شو جيتي سوسا؟ يمكن جيت امي، لا تاخذيني تاخرت من المواصلات. انه عجبك على الحركات تبع مرت اخوك؟ يلا بيبرد الاكل وبيروح تعبي على الفاضي. الله يضيع لك تعب ماما، اذا بدك مساعده دقيقه بكون عندك. لا ما في شيء، راح اسحب الاكل واجي، انت حطي لي صحون بس على الطاوله. لا بدك شيء؟ لا امشي. مرحبا بابا، كيفك اياك؟ عشان يشافك. شو اخبارك سوسة؟ طمنيني عليك. ايه ده؟ لا تحرك شيء، شايفك؟ لك عم ظبط حجابي. ما خلص ابوك يلعب طاولة. الله لا يشبعك. ايه؟ يا امي هو بصير يلاقي فرصة يلعب فيها مع اياد. ما بتتذكري لأي ساعة بالليل كانوا يضلوا يلعبوا وقت اللي كان اياد عزابي؟ صلى. هلا صارت زياراته لنا مثل هلالات القمر. لا والثانية الله يصلحها ما بتأرجينا كنانة الصغيرة إلا بالمناسبات والأعياد، ولما بدها تيجي تزورنا لازم تعمل حركات وتتأخر وتسوي في قلبنا من الجوع. لك يا أمي الغايب عذره معه. لك حاجة بقى، شو عذر وشو بذر أنت الثانية؟ لك هيك شي مرة تيجي على بكي تقولي مرت عمي بدك مساعدة؟ شو الله جابرك أنت تيجي من شغلك تعبانة وهلكانة مشان تجهزي الطاولة وتيجي بعدين حضرة جنابك تاكل على البارد المستريح؟ لك اشتهيت شي مرة تحلف على ابوك وتجلي عنه؟ على طول هو بيجلي، ما بتعرفوا كلياتكم؟ انا معي اكزيما ما بقدر ادقره للجلي. يا امي حاجة تهزي بدنك بتحكي هالقصة، كل الحق على اخي هو كثير عاطي وش، طالما القاضي راضي ما حدا منا له حكي. لك على ايش شايفة حالها؟ بس بدي افهم ليش شقلت المخار هي؟ شفت انا بيت اهلها مو احسن من بيت اهلي؟ لك هذا لو كانت جايبت لنا صبي شو كانت عملت؟ اه العب لك ملقوط العب. لك العام شو بنا؟ بيني وبينك مشغول بالي كثير على سمر وكنانه، ما لها بالعاده تتاخر لهالدرجه، المفروض توصل من ساعه. العاب العاب لك مغلوب، هلا بتكون البنت عامله تحتها وعم تغير لها، لذلك تاخرت، العاب قبل ما تجي امك تنزع لنا الدق بالنا. بتعرف اياد؟ بابا صاير عم يشوف كنانه بنومه، كل كم يوم بيحكي لي عنها منام. وهي كمان ما بتشوفي لما بتشوف جدها شلون بتهودج له؟ تعبت جدها. بس تعبتنا هالبنت، ما عم تخلينا نعرف ننام على واعي وياها. طالعه ورشه. الله لا يشبعكم لعب طاوله، ايه؟ ابصر لمين طالعه ورشه، العب لك مزنوق العب. اها. كاسة. كل شيء جاهز بس تجي ست الحسن. هلا شوفي اخوك ما بيسترجي الا ليش تاخرتي، مثل القط بصير قدامه مو مثل ابوكي تطلع عصبيته عليه بيساوي لي مثل عنتر بني عبس.
جيبي لي فحلين بصل. امي ما تقول العب المحامي قال العب ركب اشوف لك عم تخبص. ها حط 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 لا تفتح اختك تفتح ولا بدك تهرب من الغنم. اه بعدين صبر يعني ما معه مفتاح. ما عم افتح خوش انا ما بعرف بجوز تكون نسيانته بالبيت او بتلبكي محمد كيلانا. خليني افتح الباب. لا حدا يفتح انا بفتح. ليه صبر وينك هلا؟ نفسك كيلانا نفسك. هات هات خير شو القصه؟ شو مصيبه يا عياد مصيبه كبيره. ليش شبك شيء؟ فركشتي؟ كيلانا شبك شيء؟ وشك اصفر مثل الليمون ليش؟ ضاعت شنطايتي. هلا هي بدك مصيبه اكبر من هيك؟ أنا مصيبة قالت تعي بابا لك هات ليش؟ كيف زدت؟ كيف زدت؟ تعي عن شد انه بتعرف شي جد عرش تعي بيش خاخة أهلين سمر خير شو في؟ شو شو في؟ ضاعت شنطايتي إن شاء الله ما فيها كثير مصاري. قال ما فيها قال راتب الشهر كله فيها. هلا هذا الشغل بالك خلص في ذاك وفي ذاك أنا شو هالشغلة العظيمة؟ هلا وين طوعتيها تذكري؟ بلكي اياد بيقدر بيلاقيها. ما بعرف ما بتذكر اللي مجنني انه هويتي الشخصية فيها. ولي هويتك فيها؟ ايه لك كارثة الكوارث جد بنتي جد مش طبطة يا لك بنتي حاولي تتذكري منين فتي منين طلعتي شو اشتريتي بلكي بنقدر نحصر وين ضاعي. يا ريتني اشتريت شي يا عمو ولا دقونات ولا حفوضات ما اشتريت قلت لحالي بستنى ليكون اياد معي بيساعدني فيهم احسن ما اتلبك واحملهم كل هالمسافة. طيب يعني حاولي تتذكري المحلات يلي ممكن تكون الشنطة ضاعت فيها. انا كل اللي فتوا المحلين يا اما فيهم يا اما بالتاكسي. اذا بالتاكسي ما حتلاقوها يا اما شوفير لطشة يا اما شي واحد من الركاب يعني ما حينعرف غريمة مين. اهلين سمر حبيبتي وينك ليش اخرتي برد الاكل غلي قلبي عليك انا. مي سمر ضوعت شنطتها. يبعت لي حمى ان شاء الله لتكون سرقت منا. كمل النار بزعلون هلا مين جاب سيت السرقه؟ بجوز عمي بجوز بس انا ما حسيت بشي. لك صايرين محترفين عم يتعلموا من الافلام البوليسيه اللي عم تطلع بالتلفزيون. هلا ركزي معي شوي ركزي معي انت لما طلعتي بالتاكسي يعني الشنطايه كانت معي؟ هلا يعني انت رحتي على المحلات بالاول لما طلعتي بالتاكسي؟ دخلك الشنطايه اللي كان فيها مصاري فيها المعاش والهويه وبطاقه الجامعه والمفاتيح والله اعلم شو فيها كمان. اكيد حرامي جارتنا امي ضال من يومين بس وهي واقفه على الفرن انتشتت بعز النار شفطولة جزدان شفط. الهي وسيدي وانت الجاي يلي اخذ هالمصاري يصرفون حق راشيتات وتحاليل يا حق. انا برايي تنزلوا على هالمحلين اللي فاتت عليهم وتسالوا لعسى ولعل. مزبوط جبتها بابا امشي معي دليني على المحلات يلا. وين امشي وين امشي يمكن انا وين بدي اتركها؟ بنتركها هون عند اهلي. كيف بدي اتركها شو عامله عامله تحتها؟ لا اذا عامله تحتها ما بقدر بالايدي بالمي معي اكزيما انا واختك ما بتعرف لك حاجه حاطط على صدرك انت الثاني هيك الغساله من غسل البيجامات. الله يخليك اياد نزل لوحدك دلك منيح رجلي ما عاد وحملوني اصلا. ماشي ماشي خلاص اوكي. هلا المهم يلتقوا الهويات من دون بطاقة الجامعة والحلت قبل فحص مو هيك؟ هلا تركيني من بطاقة الجامعة، بطاقة الجامعة نص مصيبة، مش بدي تطلع هوية شخصية جديدة، هي بدها لفة ودورة بتاكل سنة، ودخلي على أقسام شرطة وطلع على فروع أمن. من شان الله حاجة بقى، أنا بحياتي ما ضوعت غرض، بالعادة كل ما دخلت محل بتفقد شنتي، كل ما نزلت من التاكسي بتطلع وراي، بس ما بعرف هالمرة كيف انعبطت بكنانة وما انتبهت. لك يا بنتي طولي بالك، اللهم اجعله خير، بركي بتلتقى. لك المهم المفاتيح. أنا مني ومنكم من الليلة بغير كل قفال البيت، بركي نزل عليكم حرامية. لك يا مرعى قلي، لك يا مرعى قلي، هلا الحرامي رح يعرف العنوان من المفاتيح. لك بينقل الاسم من على الهوية وبعدين ببحبش بدليل التليفون، صعبة يعني؟ ها رح تعمل لي أجاسة كريستي، أصلاً إياد عنده تليفون؟ لا صحيح ما عنده. بعدين ماما التليفون والعنوان مسجلين على هوية سمر، هن رقمنا وعنواننا، ومشان هيك مفاتيح بيت إياد ما رح يشتغلوا على بابنا. الحقيقة حمالت المفاتيح اللي بشنطايتي فيها مفاتيح بيتكم كمان. ولي انسرقنا ابو اياد اليوم بتجيب حداد يغير غالي البيت انا ما بيجيني نوم الليلة موت من الرحبة. يا امي نحن فين وانت فين خلاص مو مشكلة انتوا اقعدوا تغدوا انا هلا بزدل على المحلات منها لسمر وبنزل بدور على شنطاي. لا 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 مالي قدران احط لقمة بتمي انا. والاكل اللي تعذبت فيه وطبخته منكبه يعني. ماما هلا من طعم كنان انا وانتي واما بتغير لها لبين ما يرجع اياد. ما حدا بيغير لها غيري لبين ما تحضروا لها المكرونه، بعدين هي حبيبه جدو، هي احلى شخصه بالعالم. ايه هاك بتحبني الي اكثر منك. ابو اموره عبرني عبرني تاتا. شفتوا شلون بتحبني الي اكثر.
طيب ماشي، في اسود مدام. حلو هذا، هذا حلو، هذا عن جد حلو. تتفرج تفرج تفرج، في في كمان، في كمان، في 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 هيك هيك شيء كمان. هذا كثير 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 بناسب من جد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسف مدام ولو قاطعتك، بس شغله ما بتحمل تاخير، مستعجله كثير. وانا مستعجله كثير لانه هلا بيجي جوزي على البيت وبدي اسخن له الاكل. يعني شغله سؤال ما بياكل الا ثواني بس يعني. طول بالك استاذ، شغله مو بالزور، بالدور الله يخليك. اي مدام كانت تعمليها شغله زور ودور، كلها شغله بسيطه، سؤال ورد غطا. شغله ضايعه مني، عم بسال عنها مرتي. مرتك ضايعه؟ لا لك اختي، مرتي كانت هون بالطريق عم تتبضع وضيعت شنتايتها. بقى هذا واحد من المحلات اللي دخلت لهم. يا ترى انت شفت شي شنتاي؟ حدا لما عندك شنتاي؟ شو لونها؟ لونها أسود إن شاء الله عندك. لا 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 ما 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 ما. لكن ليش سألتني شو لونها؟ صحيح، ليش عم تسأله شو لونها؟ بلت عم يكذب علي. وإنت شو حشرة؟ الرجال عم يدور على شنتاية مرته وإنت عم تحقق معه من دون ما تكون الشنتاية معاه. أنت شو 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 أنت شو شو أنت؟ أنا اسمي شريفة. اوعك ترفع الكلفة، ها جوزي بيمصع رقبتك. طولي بالك يا اختي، الله يخليكي، خلينا نفهم منه شو بده يقول. بدي اقول انت 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 شو دخلك؟ اكيد لقيتها ولطشتها. صدقني يا استاذ، صدقني يا استاذ، ما لقيتها. هذا 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 المحل دور قدامك. مني ومنك بلغ الشرطة. شر 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 شرطة ان شاء الله بتاخذك. طولي لي بالك يا اختي، لا بدي بلغ الشرطة ولا بدي بطيخ. يا اخي الكريم شرف، هاي الكارت تبعي موجود عليه رقمي بالشغل واسمي، اذا التقت عندك الشنطة بس اتصل فيني وقلك مني جائزة ايه؟ جائزة مجدية على راسي. قلك استاذ انت اجدب. وإذنك وانت بطلت بيعك. يلا يلا العمى على النهار. مرحبا يا اخ. اهلين وسهلين. سؤال صغير اذا سمحت. تفضل اخي العين، مغرفه الكلام. ايه عفوا، عدم المؤاخذه. امور خير؟ قبل شي ساعه ونص مرقت لعندك وحده ست. الله وكيلك، ما حكينا معها شي. بعدين انا رجال متجوز ومرتي اسمها امل، وبتخرب بيتي لو سمعت هيك قصص. حضرتك فهمت علي غلط، المرأة اللي اجت لعندك كانت حاملة معها بنت صغيرة. وكمان بنت؟ شو انت جاي تتبلاني؟ يا اخي عم تفهم علي غلط، المرأة اللي اجت لعندك مرتي. مرتك؟ شوف استاذ، انا بحترم الستات وخاصة المتزوجات، ولو قالت لي من الاول كنت غضيت نظري. انت عم تقلي انه كانت حاملة بنت؟ ايه بنت صغيرة، وهي البنت الصغيرة هي بنتي، والمرأة اللي هي مرتي ضيعت شنتايتها. اقول هيك من الاول قطعت لي حيلي، لاني انا بخاف من مرتي امل. المهم اخي، لقيتوا لنا الشنتايه. انو شنطه؟ شنطايه مرتي اللي ضاعت. مرتك اللي ضاعت ولا الشنطه؟ اخي الله يرضى عليك، خذ واعطي معي مثل العالم والناس. ايه طبعا طبعا استاذ، وخير الكلام ما دل وقل. دل استاذ دل. مرتي ضيعت شنتايتها. لا 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 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه وشو ناويين تعملوا هلا؟ يعني انت ما شفت شي شنتايه هون بالمحل؟ ما حدا برات المحل لقى شنتايه هيك ومسكها وجاب لك اياها؟ بدك الكذب؟ لا بدي الصدق طبعا. ما حدا بلغ، وانا شفت عينك ملتهي بالفترينه من لما مرت المدام لعندي، حتى تطليع مثل العالم والناس ما طلعت عليها، ولا بتذكر شو كانت لابسه غير البنطلون البيتي بول والجاكيت الاسود. عيب، انا شوف وحده حامله بيبو وطلع عليها تزعل مرتي أما. طيب يعطيك العافية، متشكر. لحظة استاذ لحظة، عود لنسوي لك فنجان قهوة. معلش فرصة ثانية، العيلة ناطرتني. استاذ نصيحة مني إلك، لا تتعب حالك ولا تدور، روح على المخفر وافتح محضر لعسى وعلا. يعطيك العافية، شكرا على النصيحة. لحظة استاذ لحظة، أكيد الشنتاية ما فيها شي مو هيك؟ للأسف فيها شي مبلا. الله يكون بعونكم، وقعتوا حالكم بورطة. طيب كتر خيرك، بس لا تزيد علي مشان الله. اكيد اللي فيها شوية تفرطة مو هيك؟ لا فيها الهوية والمعاش كله، معاشي انا. شو؟ معاشك؟ وبدك اياه يرجع؟ معاش يا سيدي، اذا رجعت الشنتاية المصاري من سابع المستحيلات يرجعوا، ولا اقول لك وبصراحة موجعة، لا الهوية
ولا الشنتاي ولا المصاري رح يرجعوا. أخي أنت ليش متشائم كل هالقد؟ المتشائم قال بقص إيدي من مفصلها إذا رجعوا. أخي بوس إيدك، لا بدي إياك تقص إيدك ولا رجلك، بس إذا عثرت على الشنتاي أو حدا وصل لك إياها اتصل فيني على هذا الرقم، هذا رقمي بالشغل وهذا اسمي، تفضل. وإذا عثرت عليها لك مني جائزة محرزة. سيدي يا سيدي متشكر، ممنونك. بجوز إذا لقاها حدا سلمها لقسم الشرطة. وين هذا قسم الشرطة؟ مو صاير بعد الساحة بالحارة؟ إيه، وبجوز إذا لقاها السائق يسلمها لقسم المرور. قسم المرور؟ وكيف بدي أعرف أنا؟ أو احتمال تاني لشي فرق أمن. أوف، وصلت الشغلة للمخابرات؟ أو للهجرة والجوازات. أخي بخاطرك كلمة تانية بتجيب لي الجلطة أنت. وين استاذ؟ خليك، ليش مستعجل؟ ابقى طمنا. مسكين. ألو أما، كيفك أما؟ بسبيلكم ام لاني انا امي سمعان. امي بوس ايدك يا امي يا امي، مو وقته للحكي هلا، مو وقته. ماما بابا قصده انه الشغله بدها شويه صبر وطوله بال، بلكي اللي عم يتصل شيء ابن حلال ولا الشنطة. وقرا رقم تليفوننا من هويه سمر. لا مو صحيح، اولا ما صفي اولاد حلال بهالايام، وثانيا حقوا علي الحق على خطنا اللي بيعطل على طول، كل ما بخت له شويه مطر بتلاقي عطيل، بتقولي مصنوع من ملح او سكر. ثالثا حق على ابوكم المحترم يلي حضرته ما بيروح لعند الطوارئ بيقولوا شرفوا تعوا صلحوا لي الخط عطلان. ابني 100 مره رحت ما حدا عم يرد علي، ما في فائده، بعدين مجمعت الحاره عطلانه وخطوط الحاره كلها تخربانه. لأنا شخصيتك ضعيفة، أخ لو فيني قوة وأقدر أمشي، لكن تأرجيتهم وهددتهم إني بدي أشكيهم للسيد الوزير. إيه ما بتستفيدي شي، مقسمنا أربعات ولساته قديم، ليغيروه ويساووتهم فرجوا رحمة. إيه حتى عنا بدائرة رسمية، الخطوط عنا يوم تشتغل وثلاثة لا. يا جماعة وطوا صوتكم شوي. كيف فائدة البنت؟ هيك مدي وأنا عم نيمها. هلا ما مشكلة، حطي لها هاي وغني لها شوي ترجع بتنام. لأني أنا زانة كثير احكي لحتى غني لها هلا. أنا اللي بغني لها، هي حبيبة جدا، اتركوا لي اياها، لا حدا يتدخل فيها بنت. شفتوا؟ هي سكتت قبل ما غني لها. مفكر لي صوتك حلو يعني؟ مفتكر لي حالك خليفته لعبد الوهاب أنت، إمن شوفتك عم تشوف كوابيس الطفلة. كله من الدخان، هو اللي خرب لي صوتي. بس ما بتتذكري لما كنت اقعد بهالسهرات ورعق بهداك الموال، كنتي تلزقي فيني وتقولي لي ابن عمي يا شو صوتك حلو وبيشعر لي بدني. بعت لحم هذيك الايام، كنت جذبه حوبي على كل ما كنت حب اكسر بخاطرك. انا بنتي شو الغنيه اللي بتغني لها اياها؟ معودت على بيسه بيسه نو. بيسه بيسه نو؟ شو هي بيسه بيسه نو؟ بيسه بيسه نو ومش عارف. ايه ذكرتها، بس انا بدي غني لها اياها بشكل اوبيرالي بقى. وبيسي بيسي ناو وميشي لطاو جوزك بالهامام فادي فارشي وناو. أنا برد عليك، بوس إيدك. ألو ألو لك ألو، ما حدا عم برد، كأنه ما في حدا. لك ابني قول أي شي، بركي هنن عم يسمعوه. إيه 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 أخي، إذا كنت سامعني وأنت يلي لقيت الشمتاية وصل لنا إياها على العنوان المكتوب على الهوية وبعدك إني أعطيك جائزة محرزة. لك هاك أخي، على شرط ترجعوا المصاري والمفاتيح سوا. مثل ما قالت لك أمي، ترجعوا المصاري والمفاتيح سوا.
قطع الخط هالمرة لوحده. شفتوا كلكم تفاصحتوا علي، عملتوني ما بفهم. يا رب يكون سمعك ويجيبه، خلينا نخلص من هالقصة بقى حاجة. ها اجا، يا ريتك طلبتي مليون ليرة. تحي سوسن. كبري عقلك أمي قد معقولة؟ ايه معقولة، بالمسلسلات بيسكروا من هون بيطن من هون. مين سوسن؟ هذا أنت؟ مرحبا أختي، كيفك مسوس؟ تمام؟ مرحبا يا مو. اهلين جهاد، تقبرني الله يرضى عليك. لك الله يخلينا ياكي، لك يقبرني هالوش. تقبرني الله يرضى عليك يا مو. شلونك مرت اخي؟ اهلين جهاد. عايشك يا رجوج، شو اخبارك؟ بعد تقبرني كلها تكلمني هلا. لا لا مستعجل كثير. شو مالي شايفه مفاتيح بايدك؟ لا تقلي انت الثاني ضيعتها لشقدها. لا تارك السياره دايره والمفاتيح فيها، بس قلت لحالي بطلع بشوفكم اذا كان بدكم شيء او عاوزين شيء. بعدين شو قصة هاي الشنطة؟ جيت بوقتك لك ابني، مرت اخوك ضيعت الشنطة تبعها بوصوا منها الهوية ومفاتيح بيتنا وبيتهم وراتب الشهر. الهوية؟ هي المصيبة، طالعت وحدة جديدة بتطالع الروح من الروتين والتحقيقات، وين ضيعتيها؟ ما بعرف ما بعرف، يا اما ضاعت مني يا اما انسرقت، ما بعرف. حبيبي ابو الجوج، والله بالمعيه اذا بتوصلنا على المخفر بسيارتك مشان نفتح محضر. يا على عيني مو مشكلة. شو لا؟ هلا لا ترد عليه، كول كم لقمة قبل، لحق تروح على المشافي. ماني قدران افتح تمي، ماني مصدق على حالي، انت وصل على الفرشة وحط راسي ونام، المساء عندي شغل لأنه. نيالك، أنا ما راح يجيني نوم قبل ما تلتقى هالشنطة. خذي لك حبة منوم إذا قلقتي، بس أوعي تعطي وحدة لأيام، حيضل قلبي عندكم الليلة، لأنه بجوز يطبوا الحرامية عليكم وأنتم غفلانين. كتر ألف خيرك أمي، طمنتينا كثير، يلا خذيها لكنانة، بما جيب شنطتها من جوا لاحقك أخي لاحقك. يلا يا بيب. رضا علينا. الله يرضى عليك ابني. على يلا يا ابو تبارك على الصغيره. لك يخلينا ياكي، يطولنا بعمرك يا رب. وانت ان شاء الله على السلامه. يلا توفى. يلا اخي يلا. جيت تكحليها امتي عمتيها، يطبوا عليكم الحراميه. لك روح صلح التليفون بالقبل سقف الحلق. رجعت العرارة، هي صلحته. يا أخي السواقة بهالبلد شغلة عجيبة، بكل لحظة بحس الواحد حاله رح يعمل حاجة. مشان الله حاجة تفاول علينا، ما بكفينا اللي فينا؟ مالي مصدقة ايما تنضب اليوم بالبيت على خير وسلامة. هلا اعتمدوا، بدكم تروحوا على البيت رأسا ولا وصلكم على المخفر لتفتحوا محضر؟ بلكي التقيت، ما سمعت قديش رن التليفون اليوم؟ طيب وركي ما التقيت، هيك بنكون تأخرنا بفتح المحضر وبتوقع علينا المسؤولية. أنا برأيي تفتحوا محضر، لأنه إذا ما رجعت الهوية الشرطة بتتساءل، ليش ما خبرتوا بوقتها؟ مزبوط معك حق، الشرطة بتتساءل. طيب طيب مثل ما بدكم، بس يا ريت تعجلوا، كنانة بلشت تفرق كأنه عاملتها تحتها. عم قول لحالي منين هافة هالريحة؟ الحقيقة بعترف إني ظلمتك، فكرتك أنت. شوفوا هالحركة تعلمتها من فيلم بوليسي. اربطوا الأحزمة، امتنعوا عن التدخين، واستعدوا للانطلاق. أكثر من هيك السيارة ما عتتفوت، المخفر بآخر الحارة، تيسروا.
الله لا يعطيك العافية ويكسر إيديك فوق تعبك. خضيتنا خض لا عتعيدها ولا كان رح يصير فيني مثل بنتي. سيدي مثل ما قال المثل، طب الجرة على فوها بتطلع البنت لأبوها. أحطو شي خلصيني. ضروري يجي معك أنا؟ لا ليش لا تجي معي أنت، خليكي مرتاحة بالسيارة لأنه أنا اللي ضيعت الشنتاية مو أنت. ليش عم تعيط؟ ما رحيت أنا حياتي، عم بحكي بلطف. أي وين بدي أترك أنا البنت؟ تركيها مع أخي. أخي كمل معروفك معنا وخلي البنت الصغيرة معك هون بالسيارة. يا حبيبي ما نتأخر. لا تطولوا. دير بالك عليها. على مال أصحك تمعسة مثل الدب. طع مهلك. مشي شرفي تفضلي أنت. يلا خلصيني. تقبري أبوكي. مرتخي حفظتيها منيح؟ يلا شباب يلا بدنا نغلب اليوم. ايه نحن بدنا نغلبكم اثنين سفروا على ارضكم. مرحبا بدنا نفتح محضر. يخرب بيته مسكها بايده. يا زلمه استوى مسكتها هي مرتي. لا تواخذونا نحن ما رايدين نعطلكم ناخذ من وقتنا السمين، بس انا رايي انه بعد هيك بده شيء بعد. ليك 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 رح يوصل على الجول. جول جول يا رب جول يا رب جول. هذا تسلل. هلا شو كيف المذيع بده ينتقد الحكم لانه ما صفر. يا جماعه اذا بتريدوا نحن جايين نسالكم اذا حدا سلمكم او خبركم عن شنتاي ضايعه اليوم. اليوم يوم الاهداف الضايعه. يا جماعه ما بصير هالحكي، عيرونا شوي من اهتمامكم. خير اخي شو في؟ ضاعت شنتاي زوجتي، موجود بقلبها هويتها الشخصيه، بقى جايين نبلغكم مشان ما بكره تعملوا لنا سين وجيم. لا تعذبوا حالكم. نعم. مغلوبين مغلوبين، مهما عملتوا مغلوبين. بتحكي معي حضرتك؟ لا اخي لا، عم بحكي مع التلفزيون. خير اختي، وين ضاعت؟ يا اخي ما بعرف، يا نسيتها بالتاكسي او خطفت مني. خطفت؟ بالفعل خطفت. برافو عليك يا مدام. برافو على شو؟ مرتي عم تحكي عن شنتايتها وحضرتك عم تحكي على كرة القدم. ايه وشو بدكم بعدين؟ بدنا تفتحوا لنا محضر. جزاء؟ نعم، ليش عملنا؟ يعني ما شفت اللي عم ضربه. امشي يا امشي. ما بدي امشي، لحظة لشوف لمين هالحكي. للحكم اخي، مالك شايف التحية؟ لا تحيز ولا بلوط، فركشوا بمنطقة الجزاء. لا سيدي ما دقروا، هو فركش حاله بالطابة وشك على بوزه مشان ياخذ له ضربة جزاء. على مين؟ شفت؟ هي اختلفوا حكم الساحة وحكم التماس، مين ومنه ارفعوا له بطاقة صفراء. اي لا تخنت حمرا فرد مرة شو رأيك؟ حاجتكم زحمة رأيك؟ شو بدكم تربحوا بالذوق عليه؟ لك هي إذا كترت ضربة حمرا غير مباشرة لأنه تشتت برات الخط. لا جوات الخط. لا برات الخط. لا جوات الخط. لا برات الخط. نفوس خصم عن الطحطح تبعكم انت بتضرب. شو رايك؟ تعالوا لك يا ضرب. طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم يا جماعه، اقعدوا هدوا شوي. هلا بالاعاده البطيئه بيبان الخيط الابيض ومن الخيط الاسود. ما لك شايف كيف عم بصرخ الافندي؟ رحتوا لفندي؟ اوه اذا اسمي يوسف مو معناتها عم طالعوا الناس تهديني يوسف افندي. خليت اللي بيسوى واللي ما بيسوى ناديني كمان دينا. لك يا شبح نادي لك ابو سره. شرف شرف هي الاعاده البطيئه. اذا بدك ما توخذني فيك معه ضرب الجزاء. ما قلت لكم يا هيك حكم يا اما بلا. بس يعني انا بقول مشان الشنتاي ان شاء الله يجيب الكورار. يا رب سبحان الله ولا فالك يا رجل. اياد اياد تعال لك شوي. اياد خليني خلصونا بقى، شايفتك اندمجت معه هلا البنت بتقول فعلت بك هيك. اندمجت معه بالضغط، دمي فايق اكثر من دمك، واخي جهاد بكون عم يسدنا بالسياره وندم على اللحظه اللي برفقي على بيت اهلي. بس شو بسوي؟ مانك شايف قديش احنا معصبين؟ اجت بالعارضة حظفت كومبلي. يا اخي بوس ايدكم مشان الشنتاي. اي شنتاي؟ شنتاي مرتي اللي ضاعت. ما انا صار لي ساعة عم حاول اشرح لكم مشان تفتحوا لنا محضر، ما عم تفهموا علي. لك اخي ليش تفتح؟ بركي شي واحد ابن حلال بلاقيها وبيرجعها. طب وبركي ما التقيت وما رجعت وضاعت هوية مرتي، ساعتها بتعرفونا من السين والجي. يا حبيبي وفيها الهوية الشخصية؟ شو مفتكرين هي بترجع بالهوية؟ لا 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 ضيعها. ضيع هويتي؟ لا اختي لا طالب. لوين لوين لوين؟ عم تحكي معي؟ تسلل، واضح انه تسلل. لا اخي، الحكي مو معكم، بس رح انصحكم النصيحة انه تفتحوا محضر بالإدارة المركزية، بيعت لهوية الشخصية، شغلة مو سهلة. جول! عجبك هيك؟ جول يا يوسف أفندي جول! جول يا يوسف أفندي جول! أبوكي وأمك بالمخفى، أبوكي وأمك بالمخفى. يعلي عليك عذبتك ما هي؟ لا صار بدي حمام. شو طمنوني سجلوا محضر؟ لا سجلوا جول وبده يفوز عليه بارضه 3-0 غصبا عن الطحطح. الجماعه جوا ملتهيين مباراه بالتلفزيون والتفاهم معهم بده اكثر من سنه.
شرف خلينا نضبط بيتنا بقى. ايه خلينا نضبط بيكون احسن اذا نضبينا. ليه عم تعيط؟ ها انا ما بعيط حياتي، انا عم بحكي بلطف. على كل مو مشكله ابدا، شغله كتير بسيطه. خلص انا بكره بالشغل بسال عن الاجراءات اللي بيساووها مشان استخراج هويه جديده وبنبدا فيها. تفضلي شرفي. يلا. تفضلي. اسمع اخي انا بكره ماني فاضي، ولا اللي بعده ولا اللي بعد بعده، احتمال من هون لشهر ما افضى. بس إطلع. بتصل فيكم وبطمن عليكم. لا لا تضرب انت واللي بعيده معك. يلا اياد. أما شو قصيدة شي مفيدة تمام. شو موضوعها؟ تجريدي. خمسك اقريها، أنا طالع نام. سابك على الفرشة. انت الشباب في شيء بالبيت مو سامي؟ ما في شيء يطلعي نامي. توطي صوتك، كلمت فيه البنت توطي صوتك. ما في شيء يطلعي فرشتك نامي. ما بسترجي ما قطعت لي قلبي بصيت لحرامي. استغفر الله العظيم. ما في شيء بيخوف. خلاص بتأكد لي من باب الشباب يكون مشفرة. بس ما في شيء بيخوف. سامي هذا هو الصوت اللي عم يفزعني.
يا علي بقى شو عم تخبصي انت جد؟ ما ده صوت لهون، ما في حرامي ولا في بطيخ، بعدين ما في حرامي بيسترجي يقرب على البيت وانا موجود. شو بيه؟ باكل اكل بفصفص وفصفص انا، بخليه يتمنى لامه وامه ما ولدته. انا بضرب التايكوندو وحده هيك. رجلي رجلي دخيلي. خايفه على البنت ولا خايفه على رجلي انت؟ يا بلحظي لا تمسكي لي رجلي انت، انا بمسكها. شو بدي امسك؟ انا استقيني منه. رجلي رجلي دقيقة والله لحظة بس تدخل. عرف علي امسحها. لك ظهري. فزعتينا. أو
بشويش استلقيني استلقيني عم اقول لك بشويش مصاب انا كمشته مسكته هيك من نقرته وشقلته لفوق قلب قد الكبشه الحرامي لا يوغي القط تبعنا مو طلع هو الحرامي اللي حضرتك نزلتيني لتحت وطحبشتيني مشانه كل الحق عليك انت كل الحق عليك انت الحق علي انا ولا الحق على امك اللي خوفتنا الحق على امي اللي خوفتنا اي فوتي فوتي على الفرشه ونامي مثل ما اتفقنا هون هلا بنحط كنانة عن مرت اخي لانه اليوم من كل بيت لازم نقدم طلب استخراج هويه بدل ضائع بلكي حدا تلفن وبلغ عن الشنطه لساتها لك والحادث حديث نلغي الاجراءات وكل منا بيروح في سبيله بسرعه شوي ما بتصدق قديش هتلاقيني هم نروح على التحقيق لك ليش هتلاقيني هم شو قاتلي قتيل انت ان شاء الله ما نتاخر بتعرف مرت اخوك قديش بتنق وبتمننا ما بنتاخر ما بنتاخر شو البلد كلها مضيعه هوياتها كلها شغله ربع ساعه زمان وانا برجع على وظيفتي وانت بترجعي لعند كنانه بس خلصينا انت مشان ما نتاخر خلصينا يلا موضوع عن ظهر قلب. هسه اللي بفوت لجوا فورا بيقعد على الكرسي المحطوطة جنب الباب. لا بيحكي ولا بيتنفس حتى سيدي يسأله. ولما بيجاوب ما بدي لا كلمة زيادة ولا نقصان، كلمة لازمة وبس، حاضر وبس، وإلا ما بيعرف شو راح يصير له، مفهوم؟ ويا ويله ويا سواد ليله يلي بيخربط. يا بعدك بعدك خلص. هلا بعد ما وصلت لأمي لتم تقومي تنسحبي اياد قطع لي قلبي بحكيه حاسة حالي فايتة عشانه ما عندي معلش اياد صار ثلاث ارباع الساعة واقفين هون والدور ماشي مثل السلحفة شو بدنا نعمله مضبوط معك حق الدور ماشي مثل السلحفة لا تأخرت كثير عن اجتماع الساعة وحدة وين ماشي وتهربتني ماني ماني تهربتي ماني تهربتي ماني تهربتي ناطر معك لا ليش ما لمحت له للحاجب اللي على الباب بكرامية ما بتعرف انه ما في شيء بيمشي بهالايام غير تبخير الجيش أولا استحيت أعرض عليه، ثانياً أنا رجل قانون محامي، ما بصير أعرض رشوة، ثالثاً بجوز تكون عينه شبعانة. إيه بجوز، بس مو عنده عليها، مو شايف شلون كل شوي بيجي بدور على المراجعين وبيعطيهم تعليماته؟ إذا هو هيك، شلون بده يكون الطابة؟ خلاص، شجعي بقى خليكي شجاعة، خدي نفس، خدي نفس، يلا مشي قدامي لشوف، مشي، تعي تعي مو لهونيك لهون. يا أستاذ سمر بتعرفي وين ضيعتي الهوية؟ حاضر حاضر شو بك؟ انت شو بك؟ في شي؟ عم بسألك وين ضيعتي الهوية؟ بالشنطة حدا جاب سيرة الشنطة؟ حاضر حاضر طلعي لبرا انتهى التحقيق؟ تحقيق؟ ليش هذا الشنطيري اللي برا؟ ما قال لك على القواعي؟ قال لي حاضر حاضر طلعي لبرا طلعي لبرا بقلي فاضي للبت والعشم حاضر اتحرك اجا دورا شو صار طلعيني شو صار معي سكتني وقلعني خرب النور حقول واطي معناتها اكيد المدام خرجت عن التعليمات حاضر حاضر الله يصلحها بجوز المسألة تعقدت وما عادش لحل شلون يعني ما عاد لحل؟ شلون يعني؟ شو شايفنا مرات صغار ما بنفهم؟ اخي انا محامي، يعني بفهم ايمت الى حل وايمت ما الى حل. بعدين المرة ضيعت هويتها، شو هالشهرة الفظيعة؟ بتسحبوا منها الجنسية يعني؟ بتحرموها من الوجود؟
ما بصير هالحكي، حاج بطردنا اعصابنا يا اخي، ادخل انت ولاقي لنا شي حل. بس المسألة مش سهلة، مش سهلة ابدا يا استاذ، الله يرضى عليك. على كل حال الله يستر. رح يستر ان شاء الله وما بتكون الا مبسوط. شفتي مظبوط مثل ما قلتي. ما قلت لك، بس احنا يرفض. شو اللي يرفض ما يرفض؟ شو عم نلعب نحنا؟ بعدين ما في مسؤول لو في اعلى منه، شو عم نساوي نحنا؟ عم نتستر على مجرمين ولا عم ننتحل شخصيه؟ خلي قلبي على هالبنت، شو بيكون صار فيها هلا؟ لا تخافي لا تخافي، حفاضاتها معها ما في خوف ابدا. ايه تاخرت انا كثير على اجتماعي. مشان اجا. خير طمني شو صار معك؟ علي جيري حظكم من السما، طلع المعلم رايق اليوم. يا علي عليك. ايه بس تنسوش تراجعوا القسم الثاني بعد الظهر. ليش لسه في قسم ثاني؟ طبعا بس غاد ما فيش عشقه مثل هون، حتى قلب بخليكش تفوت معها. اياه دخلي لاخذني على البيت، فردت اعصابي، ليه عم يورطوا لك لهالقد؟ شو ذنبي اذا ضاعت شنطتي انا؟ مشي. السلام عليكم. اللي بعده. ايه يا سمر. عفوا بدك ما تواخذني، يعني في شيء ثاني بتحبوا تسالوني اياه؟ ليش مستعجله؟ لا 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 اعوذ بالله، لا لا ما مستعجله، بس بتعرف يعني الوقت تاخر والدنيا ليل وهلا جوزي بيكون. ظنيت عندك شيء اجتماع. اجتماع؟ اجتماع شو؟ انا ما بشتري مع حدا بدوب، حتى استقبالات نسوان ما بحضر. طيب طيب طيب، شوفي يا سمر، بدي اسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة وصدق، وبننسى كل شيء قبله، اتفقنا؟ يا أستاذ، أنا عم جاوبك بصدق وصراحة من البداية. لا لا لا، كل إنسان له كذبات صغيرة بيضة، وهلا بدنا بمنتهى الصراحة، أوكي؟ يا سيدي أوكي. أنت إلك صلات بدول أجنبية أو بمنظمات إرهابية؟ طبيني شو صار معك؟ كم حولة شايلة؟ ما بعرف ما تذكرني. وينك نانا؟ فوق نايمة بالغرفة. منيح نامت معك، عذبتك شي؟ ما عذبتني، انا قلت لها شوي، بعدين شفت انها عامله تحتها غيرت لها وهزهزت لها قامت غفيت. هلا انت قولي لي شو صار معي؟ تعشيت؟ هلا مو وقت العشاء، قولي لي عن شو سالوكي؟ عن الارهاب. الارهاب؟ الارهاب الكباب؟ لك لا الارهاب الارهاب. شو الحكي؟ عم تحكي جد؟ بس ما عم اقول لك صدقني، طلب مني واحد محقق اني جاوبه بكل صدق وصراحه عن سؤال صغير كثير كثير، كانه كل المعلومات اللي اعطيته اياها عن حياتي كذبه بكذب. وحزرك شو طلع السؤال؟ انه هل الي علاقات بمنظمات ارهابيه او مخابرات اجنبيه؟ ايه وشو جاوبتي؟ اعترفت له اني ما طهاري. هلا بلا مزح مو وقته. ليش انا استرجيت احكي شيء؟ ما لقيت حالي غير صفنت وغط على قلبي. ليش غلط على قلبي؟ ما صحيت غير لما رشوا على وشي مي. ورشوا على وشك مي كمان؟ بلبلوا لي ثيابي بس طلعوا لطفوا وطلبوا لي تاكسي. ايه اذا هيك معلش، والورق وقعوا لك اياهم شيء؟ ما بعرف ما استرجيت اطلع، حطوا لي اياهم بالشنطه، بس قد ما كنت خايفه قلت لحالي يا بنت احسن ما تنصدمي وغط على قلبك بالتاكسي توصلي للبيت. ايه هاتي لشوف، هاتي لشوف. الف مبروك، ليكن موقعين ومختومين تعي شوفي. يعني هلا فينا نبدا المعامله بالنفوس؟ يا عيني عليكي فينا، ومنرجع سمر القديمه للوجود احسن ما اتجوزت شي وحده ثانيه. الروح. ايوه اهلا. يا اهلين استاذ اياد، لحظه من فضلك اشوف لك اياها. الو ايوه يا هلا استاذ اياد تليفون لك. شكرا حولي على المكتبة بابا. الو اهلين عم، شلونك؟ شو اخبارك؟
ايه منيح. هوية سمر؟ ايه مزبوط، سمر مضوع هويتها، شو عرفها؟ ايه والله غريبة، دكتور من حمص. طيب كيف عرف رقمي؟ لا لا صحيح صحيح، الكارت تبعي انا بجزدانه موجود، اعطيني رقم الاوتيل اللي نازل فيه. ايه عرفته عرفته، شكرا كثير عم، يسلموا هديات. ايوه اهلين استاذ اياد. خير، شو بدك بهالفندق؟ اذا جايك ضيوف من برا، خطيبي بيشتغل الفندق احسن منه، بيقدر يعمل لك خصم. عفوا، ما عرفت انه المساله متعلقه باماني، سكر وانا بحكي معك. اهلا. الو؟ الو، ايوه معك. الو مرحبا، اذا ممكن في نزيل عندكم اسمه الدكتور زياد الشملان، ما بعرف باي غرفه بالضبط هو نازل. طيب ايمت برجع؟ لا الموضوع بتعلق بشنتاي لزوجتي ضايعه، والدكتور زياد لقاها قبل يومين بالتاكسي، فهو ما قدر يوصلنا اياها لانه مشغول بجلسات مؤتمر الطبي اللي عم يحضره، فبدي اسال اذا هي موجوده عندكم يعني. شلون يعني؟ طيب اذا الريسبشن ما بيعرف، مين بيعرف لكان؟ ايه وحوليني على الامانات. طيب انا جاي جاي. اوكي شكرا. اتصلت قبل شوي مشان اماني، تعرف كان نزيل عندكم هون دكتور زياد الشملان. ايه مزبوط كان عنا، بس هو غادر، بس لحظه لاتاكد ما فهمت. والله هو مغادر من عنا، بس اذا بدك تتاكد تفضل على قسم الامانات. هون؟ ايه تفضل. مرحبا. اهلين استاذ. من قسم الامانات ما؟ وصلت استاذ. في اماني تعرف لي اياها الدكتور زياد الشملان، شنتاي نسائيه. ليش حضرتك صاحب الشنطه؟ لا شو شايفني طان؟ لا العفو يا استاذ، مو قصد، بس بتعرف وضعنا مع الزباين. طيب الشنتاي موجوده ولا مو موجوده؟ الحقيقه لا. لكن كيف اتصل بقرايبنا قالوا انه موجوده هون عندكم بالاوتيل؟ مزبوط، بس غير رايه، خاف الشنطه تضيع منه شيء، فحط خبر لحضرتك او اي واحد بيراجعنا مشانها انه حط اماني عند رفيق الدكتور حسن عطفان بمستشفى ابن النفيس قسم الجراحه. بس شو بيطلع لنا حلوان عن خبري استاذ؟ الله يبشرك بالخير. ولو انه راح اتعذب شوي بسبب زيادة حرص زبونكم، بس كتر الله من امثالك ومن امثاله لانكم حافظتوا على غرضنا. هاي الحلوان سيد راسي. شو قال استاذ؟ بالسوري؟ لك شو بدي ادفع لك؟ بالدولار ولا بالين الياباني؟ لا بلاها. حضرتك دكتور؟ لا عم حضر دكتورة. وليش ما قالوا لنا جاينا دكتور جديد حتى نجهز حالنا ونتغندر على بكير؟ تاكل لك شوية بزة الدكتور؟ لا شكرا، أنا ماني صاحبة مع الموالح، أنا بحب الحلو، بس أنتم فهمتوا علي غلط، أنا كنت عم بسأل الآنسة. ياي آنسة، سمعتوا الدكتور الجديد شو قال؟ عرف من أول نظرة إني آنسة وبيحب الحلو. شوفي هالطول والعيونه
اي بعد حمل حظي شو معتر. انا شغل الصوف اللي فاضحني ما عاد حدا طلع فيني من يوم ما اتطلقت. يا انسات يا حضرات يا مطلقات، انتوا فهمانيني غلط. انا عم حضر دكتوراه بس ما لي علاقه بالطب. ما لك علاقه بالطب؟ لكن دكتور بشو؟ انا عم حضر دكتوراه بالقانون وعم دور على هويه مرتي. ما بتعرف؟ قولي على حظي ومتجوز كمان. لكن ليش كنت عم تلحقني؟ اه ليش؟ جاي اسالك على الدكتور حسن عطفان. حسن عطفان؟ نزعت لنا الصبحيه وقطعت لنا الشهيه وكرت لي صوفات مشان شقفت هويه ودخلت علينا دون خجله. اوجل دخلك. بدي اسالك هلا الدكتوره تبعك اللي بالقانون بتاهلك لتعزف ورا مياده حناوي؟ بدك حسن عطفان اسال عليه الفراشين. فراشين؟ منين اللي جبتيها فراشين؟ من المسلسلات المصريه يا الدلعادي. يعطيكم العافيه، شكرا كثير. انا اخذت من وقتكم زياده بالظاهر، انا اسف. انا ليش حب اجي اكل عندكم؟ لانه انا بناتكم صغار كثير. السلام عليكم. السلام. وين بقدر بضل الاقي الدكتور حسن عفان؟ مين بده اياه؟ الحقيقه هو بده يعني لانه الي عنده امانه. شو الامانه؟ شنطه زوجتي. شو اللي بياكد لي انها مرتها؟ ليش حضرتك الدكتور عفان؟ ذاته. باكد لك انه الشنطه لمرتي، حتى بالعلامه اللي لقاها وسلمك اياها هو الدكتور زياد الشملان من حمص. دكتور زياد صديقي واستاذي، بس هو حمل لي المسؤوليه انه ما سلم الشنطه غير لصاحبتها شخصيا لسببين. اولا مشان ما اتحمل المسؤوليه، وثانيا مشان ما حدا يلاحقنا لا انا ولا هو. يا دكتور الله يخليك، انا محامي وعلى كل هي هويتي. اذا بتحب تتاكد، واذا بتحب تتاكد اكثر فينك تتصل بالشركه اللي بيشتغل فيها، واذا بتحب تتاكد اكثر واكثر مستعد وقع لك على بياض اني انا بخليك من المسؤوليه، بس خليني اوصل للشنطه واتاكد انه هويه مرتي الشخصيه موجوده فيها. وبركه دام مرتك معنا موافقه انك تستلم الشنطه عنا او تتصرف بالمصاري اللي بقلبها، بركي بدك تهفه. يا دكتور شو رح اتجوز بهالكام الف ليره الموجودين بالشنطه؟ بعدين شو في فرق بين الواحد ومرته هالايام؟ ايه اساسا انا راتبي من ايد المحاسب لايدها، والموجودين بالشنطه هن مصرياتي معاشي انا. بوس ايدك خليني اوصل للشنطه رح طق. يعني ما فيك تجيبها ومع اثبات؟ يا دكتور فيني جيبها، بس مشان شو هالعذاب ولا بكي؟ الله وكيلك انا جوزها. خليك معي رح اقنعك، خليك معي. هلا انا شلون فيني استدل على عنوانك؟ لو ما الدكتور الشملان اتصل بقرايبنا وترك لي بالاوتيل رقمك وعنوانك، شلون بدي استدل عليك؟ اقتنعت ولا لا؟ حقيقة اقتنعت. بس مع هيك وعلى سبيل الحرص مشان اخلي مسؤوليتي، ما اتلاحق لا انا ولا هو، بدك توقع لي على وصف استلام. لك يا اخي بوقع لك بس وصلني للشنطاية بوس ايدها. ماشي الحال، الهي طعمتنا من خيرك، لا تحيجنا لغيرك. دايما يا شباب زحلة. كنت برفقة الدكتور زياد زوجته لما لقينا شنطاية مدامتك بالتاكسي، بس الحقيقة الدكتور زياد رفض يسلم الشنطاية للشوفير. ليش؟ خاف يهفها وفضل يدور على صاحبتها بنفسه، وبالفعل اهتدى لرقم تليفون مقارنة مع الكيميات. ايوه وهيك تلفن لعمها يلي خبرني. صح. انا متمني اشوفه للدكتور زياد شخصي مشان اشكره بنفسي. الحقيقة صعب لسببين، اولا انه هو عم يحضر مؤتمر الان بحمص، وثانيا انه هو غير مقيم هون، بس مو مشكلة انا بوصل له سلامة. شكرا لك. وينه؟ شو هو؟ مفتاح؟ ليش مو معه؟ لا والله مو معي، مع زميلي بالغرفة بس يمكن راح. والعمل؟ نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، ما لنا غير ندور على ابو مصلح معه المفتاح. بسرعة على كم؟ انت وقت الحزه ونزل واحد ما بيلاقيك، هات مفتاح. يا لطيف خذ، ما تضيعه، ها ما معي غيره. يلا مع السلامه. طمني شو صار معه؟ جبته منيح مشيلك؟ لا يا شوف، كان رفقاتي نصحوني انه ما اعطيك الشنطه قبل ما اخذ منك وصف استلام. بعدين شو اللي بيثبت لي انك انت جوز الست اللي ضاعت شنطايتها؟ دكتوري حبيبي، انت يا رح تجيب لي الجلطه يا رح تساوي معي فالش. اخي وصلني للشنطه وانا بدلك على كل التفاصيل الموجوده فيها. مشي. لا مشي. يلا بدي اخذ رقم هويتك. لا بعدين خلصني بقى. يا
يا لطيف بدك عمليه على الحاره، بس تعال بكره. وهي الشنتاي كنت بقى فيها بالاول بدك تقلي شو في بقلبها. في بقلبها هوية مرتي وبالعلامة اسمها سمر. لا مرتك سمر بدك تكوزي اسناني. ايه مرتي سمر. قد المصاري بقلبها، الله وكيلك ما حدا دقر فيه. ولو نحن عندنا ثقة بأمانتكم، أساسا ما بعرف أنا كيف بدي كافيك أنت والدكتور زياد بحمص. ما بدنا غير سلامتك، بس وقع لي على وصل إنه محتويات الشنطة كاملة. على راسي كثير مرتي رح تفرح بس تعرف إني لقيت لها هويتها. اكتب. أنا الموقع أدنى. ايه دوشيش هي دوشيش هي شيش بيش واضحة. هلا لا تزعبي علي مثل جوزك بغضب عليك. يا طيب مثل ما بدك العادة. هي اثنين باثنين لعبي. ها شيش لك انت رح اقلب رودو اياد لهلا ما شران. لك شلون بتحملتي؟ انا ما اكون محلك بطلقه. ها مدري مين بدي اطلق مين؟ انا لانه من يوم ما تجوزنا والعصمه بايدي. صبر ايوب هلا في حمايه بالدنيا بتحمي كنتها ضد ابنها غيرك امي؟ انا لاني مع الحق. روحي افتحي الباب. انا بخليهم هن بيفتحوا. هي بتفتح. لك وين لقيتها هي؟ وين لقيتها؟ امشي لاحكي لك وين لقيتها. يا حوينة هالتعب اللي روحناه ونحن عم نطالع لك هوية جديدة. والمصاري ما طار منه شيء؟ بشركم ولا قرش، مال الحلال بيرجع لأصحابه. وبقديش كافيتهم اللي لقى لك ياها؟ إنسان شهم، ما قبل ياخذ ولا قرش، صحيح طلع لي روحي بس طلع طبيب أكابر، خفت لحالي قوم يعتبرها إهانة. كاملة ما في شيء ناقص منها. ترى احكي لنا لكان شلون لقيتها. هلا ما رح أحكي لك شيء، خلينا بالأول نقعد ناكل لأني أنا جوعان قتلان من الجوع ونشفان ريقي. عطشان لانه ضليت ساعتين ثلاثه وانا عم حاول اقنعه للدكتور بانه انا زوجها للست سمر. انا بفتح دايما. مرحبا مرت اخي. وين اخي هون؟ جوا. مرحبا اخي. ليه جهه؟ ايدي بزنارك بدي مساعدتك. شوفي ليش ضايق؟ بما انه صار عندك خبره مرتي شبه ضيعت هويتها.